يمكن أن أقول نحن بالتأكيد سنرى بعض الاستجابة من قبل إيران. لن يدعوا ذلك يمر دون أن تكون على الأقل لديهم بعض التصريحات الشفوية، سواء كانت باردة أو متوسطة أو ساخنة. هذا الأمر يعود للإيرانيين، ولكن حقيقة أنهم يعملون على عوامل خارجية من أجل إيقاع اللوم عليها لكي لا يكون هناك تركيز على النزاعات الداخلية. يمكن أن تكون هذه الذكرى أكثر سخونة من وقتها قبل سنة، ولكن يمكن أن أقول أن العراق مهيأ لأي نوع من مثل هذه العمليات. بالتأكيد هناك بعض القواعد العراقية التي كان الأمريكان يعملون فيها، فهم والسفارة الأمريكية سيكونوا مهيئين تماما لأي لهجمات. أنا يمكن أن أكون قلقا ولكنني لن أكون خائفا، ولكن الأمر يعود إلى سياسة إيران، إلى أي مستوى سيكون ردها في ذكرى مقتل قاسم سليماني.